الله بالخير عليكم، إن شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة ورحمة من الرحمن رحيم. طبعاً إجاني سؤال باللايف، كنت فاتحة لايف وإجاني سؤال جميل جداً جداً جداً. قالت فرح، إذا عدنا إحنا شغلة معينة هل نصبر؟ لو شو نسوي؟ يعني ليش يقولونا صبروا؟ مو عفوا مو صبروا، أرضوا. هسا أنا حنصحكم نصيحة على شغلة الرضا ومو رضا، الرضا بالقدر وخير وشر. حقول لكم إن شاء الله، أني أريد أنطيكم مثال، أوكي؟ أنتي حلم حياتك تسافرين لأمريكا، كلش عجبك تسافرين لأمريكا، فالتيكت رحتي سألتي إيش قد سعر التيكت لأمريكا، قالوا لك $2000، قلتي أوكي. رجعتي شفتي وياك $600، أنتي مجمعة بهاي الفترة $600، فقلت يا الله أمريكا $2000 وأنا عندي $600، خلاص ها هي، خليني أروح أشوف هاي $500 وين تجيبني، أو $600 وين بيا بلد. فشفتي بلدان ثانية إنه الطيران مالتها $500-$600 شوية أقرب، رحتي ورضيتي بيها وحجزتي التيكت وسافرتي بالطيارة. بس أنتي حلمك بأمريكا، بس قبلتي بالأقل لأنه أنتي قلتي هذا اللي عندي وما أريد أضيع الفرصة مالتي. كان عندك خيار ثاني، أو كان عندك خيار ثاني أنه تظل تشتغل وتظل تسعى وتطول يمكن شوية وقت أكثر وتعطي جهد أكثر حتى تحصل $2000 وتروح لحلم حياتك، البلد اللي أنت تريد تروح به. المبدأ من هذا الكلام هذا للناس اللي تقول فرح لعد ليش ما أرضى بالقدر وما أوكي. أنت تقدرين حبيبتي وتقدر عزيزي وأخي أنه ترضى بالقدر، بس أنت قررت أنت تقدر تحصل الهدف مالتك وتحقق الحلم مالتك، بس أنت قررت أنه ترضى بال اللي عندك إياه. إذا أنت تقرر ما ترضى، شنو يعني ما ترضى؟ يعني أشتغل وأجتهد أكثر حتى أحصل حلمي، فهذا أيضا قرارك. شفت بوستر كلش حلو مكتوب عليه لا أبرح حتى أبلغ، بصورة الكهف طبعا تعرفوها الآية. شنو معناها؟ يعني أني ما رح أوقف إلى أن ما أوصل أبلغ. فهذا هو المفروض حال أي أحد بينا، إنه ما يوقف سعي، ما يوقف دعاء إلى أن بالطرق المشروعة طبعاً، مو يروح لا سمح الله يسوي سحر ويروح يسوي الأشياء المصاح ويروح مثلاً لا سمح الله يأخذ خيرة، لا، يسوي بالأشياء المشروعة عنده السعي والعبادات. والمفروض إنه إحنا ما نوقف إلى أن ما نحصل الشيء اللي نريده. كل إنسان بينا يريد نتيجة، يعني أني هسه لما أدرس أريد نتيجة الدراسة، أني هسه لما أسوي شيء أريد نتيجة هذا الشيء، صح؟ هذا معروف على كل بني آدم، ورب العالمين هو دا يعرف هذا الشيء بينا. فأنت لما تشوفين إنه النتيجة ما دا تجي، وأنت دا تدعين وأنت دا تسعين ومسوية اللي عليك، يعني مو تقشمرين نفسك وتذكرين نفسك، لا، أنت جد فعلا إنه مسوية اللي عليك، قعدي في قبل الفجر بساعة وقت السحر، قبل الفجر بساعة قعدي مدي هالسجادة، وحتى يا أختي بدون سجادة أو يا أخي بدون سجادة، أقعد وقعدوا وادعي ولا يا رب العالمين، أنا لو هسه دا أدرس أريد نتيجة دراستي إنه أنا نجحت، لو أنا هسه دا أجمع سنين وبنين، دا أجمع بهالفلوس، دا أجمع، أريد نتيجة تجميعي إنه أشوف أروح أشتري لي بيت، أروح أشتري لي شغلة معينة. كل إنسان يسوي ويقدم جهد يريد يشوف نتيجة هذا الجهد مالته. وأنا يا رب العالمين صح الجهد مالتي مو بالمقام، بس دا أقدم جهد، دا أحاول، دا أدعي، دا أستقيم، بطلت غيبة، بطلت نميمة، دا أسوي اللي علي. فأرجوك يا رب العالمين شوفني نتيجة الدعاء اللي دا أدعي، شوفني الإجابة منك، لأنه أنا أريد أشوف نتيجة لأنه أنت خالقنا بهذا الشكل. يعني شوفوا شكد حلو لما الإنسان يدعي بهذا الشكل، مو أحسن مما يقول يلا أشو ما صار، أشو فلان صار لها، أشو أنا ما صار لي. يعني
يا جماعة احكوا ويا الله، احكوا ويا الله بلغتكم. تريدين تحكين بالإنجليزي، تريدين تحكين بالعربي، تريدين تحكين بالهندي، احكي بأي لغة تريديها وانتي مرتاحة بيها. إذا انتي ما تريدين تقرأين هاي الأدعية، يا ربي لا مانع اللي ما أعطيت ولا حلوة هاي الأدعية، بس إذا انتي ما تريدين ادعي ومن قلبك، احكي من قلبك اللي الشيء اللي انتي تريديه، الشيء اللي انتي تحسيه. لا تخليني فلان وعلاني يعلمك ايش تحكين ويعلمك شلون تدعين ويعلمك. يعني حتى الغريب بالموضوع انه بلشوا يتدخلون بعلاقتنا ويا رب العالمين. يعني لا انتي ما يصير هيك تدعين، وانتي حرام هيك تحكين، وانتي كذا، وانتي لازم هيك تسوين. حتى هاي الاشياء البسيطه بلشوا يتدخلون بيها. هذا شيء بيني وبين خالقي، انتو ما لكم علاقة بيها. هيك تجاوبي مو تجاوبيهم، بس انت هيك تعتقدين وتثقين انه هذه العلاقة خاصة بتوين الله، بين الله وبينك، بين الله وبينك. ماكو اي احد يقدر يقول لك شلون تدعي، شنو تحكي، شو تقول. يعني هاي طلعت، هاي طلعت، هاي تعليم، هذا طلعت يعني حفظ. ليش يعني هل انت سوري لما تروح انت تطلب طلب من امك، اقرب احد لك هي امك، او اقرب احد لك هي ابو، هو ابوك، تطلبون طلب منه تكونون حافظين؟ اهلا بك ابي، اريد ان، احنا مو روبوت، احنا نريد نحكي من قلبنا. بابا الله يخليك، اريد اطلب منك طلب، محتاجه كذا. فاتمنى انه احنا رب العالمين ما نعتبره انه كل واحد هو اسمه الله، بس كل واحد حاط تعريف الرب العالمين يختلف. يعني حاطين تعريف الرب العالمين هو موجود، بس هو أنا أخاف. ليش تخافين؟ أشو أنت ما تخافين من ذنوبك؟ أشو أنت ما تخافين لما تختابين؟ أشو أنت ما تخافين لما تنمين؟ بس لما تجين تقعدين تدعين تخافين أن تحكين يا طبيعي، تخافين أن الطبيب منا طبيعي. إذا أكو شيء لازم تخافي فهي ذنوبك، والله العظيم يا جماعة. إذا أكو شيء لازم تخافه فهو الغيبة، فهو النميمة، فهو التجسس، فهو الحقد، فهو إلا من أتى الله بقلب سليم والقلوب مال البعض سودة مسودة. هذا المفروض، هذا أكثر شيء، أعلى شيء ممكن أنت تخافين منه. أما تخافين من رب العالمين وأنت تدعي، هو يريدش تدعي، هو يريدش تحسين أنه قريب، هو يريدش أنه تحكين وياه مثل ما تحكين وياه أهلك، وأقرب، لأنه أقرب من أهلك إلك، هو يريد. بس احنا مع الاسف بني ادم ثقه برب العالمين، بعض الناس طبعا دا احكي ثقه برب العالمين، نوثق بكل شيء، نوثق بالمدير، ونوثق بالامير، ونوثق بالصغير، ونوثق بالكبير، ونوثق بالاب، ونوثق بالام، ونوثق بالجيران، ونوثق بكل الناس الا الله. هذا طبعا للبعض. شكرا لكم في مال الله.